مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. تسعى وزارة السياحة والآثار إلى استثمار الحدث العالمي الهام استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ في نوفمبر القادم، وذلك للترويج للمقصد السياحي. حابين طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع، معنا على الهاتف الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير دكتور. ألو دكتور، حضرتك معايا؟ طب احنا هنحاول نعود الاتصال بدكتورة سهى. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا يعني مؤتمر المناخ اللي هيتم ان شاء الله انعقاده في نوفمبر القادم في شرم الشيخ، الحقيقة يعني مؤتمر مهم جدا، ومش بس يعني بينظر له مصر والمهتمين طبعا بالمناخ، لا ده العالم كله. زي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت كان في تغيرات كتيرة جدا في موضوع المناخ، واتكلم عنه كتير رؤساء دول في الفترة السابقة. فطبعا لما يبقى موجود هذا المؤتمر طبعا هيبقى فيه ان شاء الله يعني ما ينال مراده في هذا المؤتمر. طيب احنا رجعنا تاني، معانا على الهاتف الدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير دكتور. اهلا. صباح الخير. اهلا اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. الحقيقة طبعا زي ما حضرتك سمعت معنا الخبر، يعني كيف تستعد وزارة السياحة والآثار طبعا لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟ الحقيقة وزارة السياحة والآثار يعني شأن عدد كبير من بتستعد، الدولة كلها الحقيقة بتستعد لاستقبال هذا الحدث. طبعا صحة الاختصاص في هذا الحدث هي ضغط البيئة، لكن المعنية كلها بتقوم بدورها في الإعداد والتأهيل للمؤتمر. وزارة السياحة والآثار الحقيقة مهمتها الأساسية إعداد المنشآت الفندقية والسياحية لاستقبال الزائرين من مختلف الجنسيات طبعا وكل الشخصيات الموجودة. فالحقيقة يعني في لجنة مشكلة من قبل الوزارة بمتابعة يعني كل الخدمات اللي موجودة في نطاق المدينة، والحقيقة تم تبعتها وبيتم طبعا إعدادها لاستقبال الوفود. في نفس الوقت معالي وزير السياحة والآثار أصدر بضرورة حصول جميع المنشآت في نطاق مدينة شرم الشيخ على شهادة بيئية، ومعناها الشهادة البيئية أنها عندها ممارسات صديقة للبيئة، وبالتالي كل الممارسات داخل هذه المنشأة بتكون صديقة للبيئة و أنظمة بيئية. فاحنا عندنا طبعا مجموعة من الإجراءات، أهمها إن احنا يعني تبعت الفنادق كلها للـ HEC أو المعايير الجديدة للفنادق، وده طبعا دي معايير التقييم اللي هي على أساسها بيتم تقييم الفندق وإعطائه درجة النجومية الخاصة بيه. فطبعا ده تم تقريبا في جميع فنادق شرم الشيخ، إلى جانب بقى تأهيل العاملين وتدريبهم وانهم دايما يبقوا على درايه بكل الممارسات الصديقه للبيئه، وازاي انهم يقدروا يتعرفوا على اهميه واستقبال الوفود في هذه المشكلة. طيب الحقيقه دكتور يعني دايما بيبقى معانا بعض المصطلحات اللي حابين طبعا نوضحها لمشاهدينا اكتر، حابين نعرف ما المقصود بالتحول الاخضر، يعني صديق البيئه طبعا وفقا لمفهوم السياحه المستدامه طبعا، وهل هناك حصر طبعا لعدد الفنادق اللي حصلت على شهاده العلامه الخضراء؟ حضرتك طبعا هو تقريبا تعدينا 100 من مجموع الفنادق اللي موجوده هناك، وتعدينا الحمد لله، الى جانب طبعا من مركز الغوص، لان طبعا مش بس المعني بتاع الفنادق لكن مركز الغوص اللي موجود هناك في نطاق المدينه. معناه ايه التحول الاخضر؟ معناها الاستخدام كل ما لا يضر البيئه، يعني الطاقه الشمسيه في المنشآت دي، في نفس الوقت إدارة المخلفات، هدر الطعام، حاجات كتيرة جدا طبعا، الممارسات المرتبطة بالشاطئ، لأن طبعا حضرتك عارف إن هناك في الشيخ طبعا بتعتمد على السياحة الشاطئية وكمان سياحة الغوص، فكل الممارسات اللي بتحافظ على البيئة البحرية وإنها تحافظ على الشواطئ وعدم استخدام التقليل من استخدام البلاستيك أو عدم استخدامه بشكل مبالغ فيه، يعني حاجات الحقيقه اهمها استخدام الطاقه النظيفه تحول الى الطاقه الشمسيه،
وده طبعا بيتم بالتنسيق مع مؤسسات دولية ومع جهات كبرى بتشرف على منح الشهادات دي للمتقدمين بيها. طيب انا طبعا اسف على الاطاله دكتور، ولكن يعني اختم مع حضرتك يعني طبعا في اكيد خطه للوزاره لتدريب وتاهيل طبعا العاملين بالفنادق على مفاهيم السياحه الخضراء طبعا. بالضبط يعني احنا الحقيقه خطه التدريب تشمل جميع العاملين في القطاع السياحي، لكن طبعا نظرا لظروف استقبال المؤتمر في الفتره القادمه ان شاء الله، فاحنا مركزين عمليه التدريب خصوصا فيما يتعلق بالمفاهيم الاستدامه والسياحه الخضراء في مدينة شرم الشيخ، والحقيقة في خطة موضوعة لتأهيل جميع العاملين في كانت الإقامة أو مراكز الغوص أو المطاعم السياحية وكذلك البقرات الموجودة في نطاق المدينة، طبعا ده بالتنسيق مع الغرف المعنية ومع الاتحاد المصري للغرف السياحية. والحقيقة تدريب الفترة اللي فاتت تم تدريب عدد كبير جدا من العاملين وعدد مدربين متخصصين، وعن كمان حاجة كويسه ان احنا دربنا المدربين المعتمدين لدى الغرف انهم هم كمان يقدروا ينقلوا المعلومه، فيبقى عندنا كمان تدريب ذاتي، يعني في تدريب خارجي لكن كمان تدريب ذاتي، كل منشاه عندها المدربين حق طول الوقت بيدربوا وبيأهلوا العاملين على المفاهيم دي وكيفيه التعامل السليم مع البيئه، وفي نفس الوقت كل المعلومات اللي تجمع عن المؤتمر والاستضافه علشان تكون المدينه على اتم استعداد. يا رب على خير ان شاء الله دكتور، وطبعا يعني احنا بنتمنى ان يعني المؤتمر طبعا يقام وينال المراد منه ان شاء الله وافضل، ويعني نرى الفتره المقبله طبعا يعني الافضل وكل الخير لطبعا للدول العالم كلهم رب ان شاء الله. انا طبعا بشكر حضرتك على هذه المعلومات القيمه، وبشكر وجود حضرتك معانا الدكتوره سهى بهجت مستشار وزير السياحه والاثار والمتحدث الرسمي باسم الوزاره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.